السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل أكلة حلو كتير سهلة وسريعة وإن شاء الله بتعجبكم. مكوناتها هي 3 طبقات. بدنا نعمل مكون الأول اللي بعد طبقة البسكوت. أول إشي بدنا نحط 2 كوب من المي أو 2 كوب حليب زي ما بتحبي، إذا في عندك حليب سائل. بنحط 2 كوب مي مع 1/4 كوب من السكر، السكر برجع لك طبعا شو بتحبي حالاتها، مع 1/4 كوب من الحليب، مع 4 معالق من الكستر، وبنحركهم مظبوط لحد ما يذوبوا. بدنا نحركهم طبعا على البارد اول، بعدين بنحطهم على الغاز. بدنا نحرك فيهم لحد ما يجمدوا معنا. نحرك فيهم ما بنسيبهم عشان ما يكتولوا معنا. جبت البايركس بدنا نعمل الطبقة الأولى، وجبت البسكوت وصحن فيه حليب بدي أحط فيه أغمس فيه البسكوت وأحطه بالبايركس. بعد ما جمد معنا الكستر زي ما انتو شايفين هيك التقل اللي بدنا اياه، بنطفي عنه عشان نحطه على البسكوت. بعد ما حطينا البسكوت بالحليب بدنا نحط الطبقة الثانية اللي هي الكستر زي ما انتو شايفين، بدي احطها كلها وبعدين ابدأ افرد فيها. بعد ما افردها مظبوط بخليها تجمد بحرارة المطبخ، بعدين بحطها بالثلاجة قبل ما اني اعمل الطبقة الثالثة. بعد ما جمدت طلعتها من الثلاجة وحطيت لها، طبعا هاي الفواكه بترجع لكم، بدك تحطي بدك ما بدك عادي ما في مشكلة. حطيت أناناس معلب يعني كان عندي وصفطته فوق الكستر. بدنا نحضر الطبقة الثالثة. جبت كيس من الجيلي، حطيت عليه 2 كوب من الماء المغلي، وبدي احط 1/2 كوب من المي الباردة. هو المقدار تبعه ان نحط 2 كوب بس عشان الكيكة تبعتنا تكون متماسكة، حطيت 2 كوب مي مغلية و1/2 كوب مي من الماسورة. بدنا نحرك فيهم، اول اشي بحط المي السخنة وبحرك فيه مظبوط، بعدين بحط المي الباردة وبحركهم مظبوط وبحطهم فوق طبقة الأناناس.
بحطهم بالكاسة برجع عشان يسهل علي إني أديرهم على الكيكة. بخليهم بحرارة المطبخ بعدين بحطهم بالثلاجة.